السلام عليكم. اجتني عدة رسائل واستفسارات عن هالقناة، انه هل اذا اخذنا الاغاني والموسيقى من قناة نو كوبي رايت ساوند ممكن يجينا حقوق طبع ونشر؟ للأسف يا جماعة الاجابة نعم، طبعا غالبا رح يجيك حقوق طبع ونشر، وحيجيك كوبي رايت، وممكن تنرفض قناتك بالمراجعة لتحقيق الارباح. بدك تقلي اوف كيف وشلون، رح اقلك تابع معي الفيديو للاخير لحتى تعرف. ويلا نبلش شرح الفيديو. طيب رح نروح على اي غنية لا على التعيين ونفرجيكم كيف. نفترض هاي الغنية ميموري، نضغط عليها. هلا اول شي بننزل لتحت على الوصف، نفتح كل الوصف، كل شي مكتوب هون انه على اساس ما فيه اي مشاكل. نجي بقى منبلش. اول شي بقلنا هون اذا بدك تستخدم الغنية لازم تكتب كل هدول بالوصف، هاي اول امر. الامر الثاني كاتب لك اذا بدك تستخدم هاي الغنية فلازم تشوف الشروط عبر موقعنا. تضغط على الموقع منشوف شو هي الشروط. واخيرا بتلاحظوا انه مكتوبة هاي العبارة، هاي العبارة تنكتب لما الغنية بتكون مسجلة لأحد الشركات، معناتها ممكن يكون عليها كوبي رايت. خلونا نروح نشوف شو الشروط لهاي القناة لحتى تحسن تستخدم فيديوهاتهم وأغانيهم غير هذا الشرط يلي هذا إجباري بدك تكتبه بالديسكريبشن عندك. خلونا نشوف، شوفوا التعقيد وشوفوا شو مكتوب. رح أفرجيكم شرط شرط وبعد شوي رح أفرجيكم الخازوق الكبير. الشرط الأول تعال نترجمه، هل يمكن استخدام الموسيقى كذا 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 كذا؟ نعم يمكنك استخدامه. كل ما نطلبه هو أن تنسب اسم الفنان والغنية كذا كذا في وصف الفيديو. طيب هون عم بيقول لك إنه ما عندك أي مشكلة، بس اكتب الوصف عندك، يعني هذا الوصف اللي كاتب لك إياه. طيب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، هل يمكنني تحقيق الدخل من الفيديو الخاص فيه؟ نعم، ولكن تأكد من اتباع الإرشادات الواردة في سياسة استخدام محطة التحكم بالشبكة. الله، في عنا شيء اسمه يوزر بوليسي، هلا بعد شوي بنشوفهم. ليك ون هون هو يكون الخاز كبير، بس خليني أكمل لك. ماشيين معهم شوي شوي، ما في أي مشكلة. كيف يمكنني تمييز الأغاني التي استخدمها بشكل صحيح؟ ما عليك سوى نسخ ولصق الانتماء من وصف الفيديو. طبعا هذا يعني بدك تنسخ الديسكريبشن اللي قلت لكم عنه، لكن بالإضافة للديسكريبشن اللي خبرتكم عنه إذا بدك تعمل بث مباشر وفيه غنية صار لازم تنسخ رابط جديد يلي هو هاد ميوزك كذا كذا HTTP سبوتيفي. طبعا بما انه شيء له علاقة بسبوتيفي معناه تعرفوا انه غالبا عليك كوبي رايت، لانه هذيك منصة خاصة بالاغاني كل اغانيها كوبي رايت. طيب اذا شفتوا هذا الرابط المخفي، هذا مو مكتوب هنيك، هذا لازم تنسخوه وتلزقوه على اي شيء له علاقة بالبث المباشر. طيب نكمل للاخير، نمشي معهم خطوة خطوة. هل صح مطالب حقوق طبع النشر إذا استخدمت كذا كذا في فيديو خاص فيني؟ لا، إذا كنت منشأ محتوى كذا 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 فستكون جميع مسارات مجانية. أوكي تمام، حلو الحكي. طيب بعد ما شفنا شو معنى هدول، خلونا نروح لكم على شي سريع جدا. type of contact نشوف شو يعني. ها هاي أول كاتبين لكم انواع المحتوى الذي يمكن استخدامه الموسيقى معه، يعني محدد لك محتوى معين فيك تستخدم الموسيقى فيه.
المحتويات هي هذول فقط. خلونا ننسخهم ونترجمهم. بلشنا بقى، يعني فقط فيك تستخدم الأغاني مع هدول الفئات، مقالب كوميديا جمال كذا كذا كذا. لاحظوا كيف مو موجود مثلا في قناة أكل طبخ، تخيلوا قنوات الطبخ مو مكتوب هون إنه قناة الطبخ مسموح إنها تستخدم هاي الأغاني. شوفوا شو كاتبين تحت كمان: لا نسمح حاليا بتحميل محتوى موسيقي كذا كذا كذا، ولا يقع ضمن الفئات المذكورة أعلى. يجب استخدام موسيقانا فقط من أنواع المذكورة أعلى، وليس فقط إعادة تحميل الموسيقى. يعني عم بيقولوا لكم مو بس والله تاخذوا الموسيقى من عنا وتحطوها بأي محتوى بدكم إياه. شايفين كل هدول الشغلات مخفية. خلونا نكمل للأخير يلي هو هون ليك عم بقولكم: إذا حصلت على كوبي رايت تواصل معنا. يعني ممكن كتير واحتمال كتير كبير تاكل سترايك وكوبي رايت، بدك تضطر تعبي فورم معين ومدري شو. رح أفرجيكم بالأخير إذا رحنا على هاي الليسنز، هاي ما نعلق فيها، هاي شغلة تانية. هاي هي بوليسي. خلونا نشوف شو البوليسي تبعها. طبعا ما رح أترجم كل هاد، بس أفرجيكم شغلة واحدة بس انا لقطه بين كل هالحكي اللي هو: يجوز لنا تغيير سياسة الخصوصية هذه من وقت لآخر، وستكون هذه التغييرات سارية وقت نشر سياسة الخصوصية الجديدة. يعني ممكن بأي لحظة يغيروا رأيهم وتصير كل موسيقاهم عليها كوبي رايت، ويربحوا مليارات من كل الفيديوهات اللي أخذة موسيقاهم. طبعا الشروط كتيرة، بدكم تحبوا تقروها على كيفكم. واخيرا قبل ما انتهي من هاي، بحب افرجيكم انه من هون من عندهم كمان. شوفوا شو كاتبين. طبعا اول شي هدول يعني منظر انه مين نحن ونحن شو بنساوي، بس تحت تحت هاي هي الخازوق كاتبين لكم اياه هون. تعالوا شوفوا شو مكتوب. طبعا بدكم تقروها انتو على كيفكم لحالكم، بس افرجيكم كمان انا شو لقطة عيني من كل هالحكي. لديك اذن الاستخدام المؤقت. اول شي كاتبي لك المؤقت لموسيقاهم، ولكن في ظروف معينة يمكننا سحب او تغيير خدماتنا في اي وقت دون اخبارك ودون ان نكون مسؤولين قانونيا تجاهك. يعني بكل بساطة اصدقائي فجأة بيحاولوا موسيقاهم يلي هي كانت نو كوبي رايت بتصير كوبي رايت. وطبعا كاتبين انه لا يحق لك بشكل حصري استخدام مزايا موسيقى مع اي منصة من المنصات التالية. المنصات تعتبر يوتيوب تويتش فيسبوك كذا كذا كذا. يعني ممكن باي لحظة يلغوا موضوع النوكيبور الكوبي رايت وتصير كلها كوبي رايت. ولهون ان شاء الله اصدقائي تكونوا اقتنعتوا انه الفيديوهات وهي القناة كلها كذب بكذب وغش وخرط. ولحتى تحصلوا على اغاني مجانية بدون حقوق، فاتبعوا الطريقة يلي انا عملت عنها فيديو كامل بتلاقوه بقناتي هون. اذا دخلتوا او كتبتوا بالبحث هذا الفيديو كيفية اخذ اي اغنية من اليوتيوب ولو كان عليه حقوق، هذا فيديو انا عامله وعامل فيه طريقة الافضل للحصول على الاغاني بدون كوبي رايت. شوفوه وادعوا لي. وهيك بكون خلص فيديو اليوم، وان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله تكونوا صدقتوا انه قناة الكوبي رايت على اساس كلها طلعت كوبي رايت.